يقول السائل: من شرع في طواف التطوع ثم أصابه تعب شديد لم يستطع الاستمرار في الطواف فقطع الطواف، فماذا يجب عليه؟ هل عليه القضاء من جديد، أم يجب عليه استكمال ما بقي ولو طال الفاصل، أم ليس عليه شيء؟ طواف التطوع لا يلزم إكماله ولا يلزم قضاؤه، إذا تعب الإنسان يترك الطواف ولا يقضيه لأنه ليس واجبا، إنما الذي يجب قضاؤه طواف الواجب، طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النذر، إذا كان نذر أن يطوف بالبيت هذا واجب يجب عليه إكماله. وأما طواف السنة فهذا الإنسان في سعة، إن شاء أكمله وهذا أفضل، وإن شاء قطعه ولا يلزمه إكماله ولا يلزمه قضاؤه. نعم.